لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال برنامج لامولاتي وبحضور الدكتورة صابرين الشيوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري، أخصائية في التغذية وفي الحمية الصحية. اليوم كنتكلموا على المناعة والتغذية. أهلا بك دكتورة صابرين. أهلا بك سناء، أهلا بالمستمعين الكرام وأهلا بميد راديو. الله يبارك فيك. اليوم غادي نركزوا على المناعة وكيفاش كتضعف، كيفاش كتقوى في الجسم من خلال التغذية. قبل نبغيو نعرفوا ونعرفوا يعني المستمعين والمستمعين شنو هي المناعة، شنو التعريف ديالها، شنو المفهوم الطبي يعني ملي كنتكلموا على المناعة شنو كنقصدوا بها؟ الوغ جهاز ديال المناعة هو واحد الجهاز اللي كيمثل خط الدفاع الأول ديال الجسم ضد جميع الكائنات المعدية، منها الجراثيم، منها لي فيروس، منها لي بكتيري. يعني أول خط ديال الدفاع ملي كيبغي شي ميكروب ياتاكي لو كور ديالنا اللي كيتصدى له هو داك الجهاز ديال المناعه، عبر مجموعه من الخطوات اللي كنسميوها حنا بالاستجابه المناعيه، بحيث بانه كيمنع العدوى من الانتشار عبر الجسم. الوغ يا بلوزيغ انترفونون، بزاف ديال المكونات ديال الجهاز المناعي، منها كريات الدم البيضاء، منها الغدد اللمفاويه، الخلايا المناعيه نوتامون لي ماكروفاج، منها الطحال يعني تا هو كيتعتبر بانه عضو ديال المناعه، اللوزتين لي زاميغدال هما كيتعتبروا عضو ديال المناعه، لابانديسيت المسرعنه الزايده حتى هي عضو كيساهم في واحد الدرجه مهمه من المناعه. الوغ كاين ثلاثه ديال الانواع ديال المناعه. كاين المناعه الفطريه، هي المناعه الطبيعيه للاشخاص كلهم كيتزادوا بها، هي متواجده في جسم الانسان، يعني ما كاينش شي شخص ما كيتزادش مناعه فطريه. مناعه فطريه. الوغ هذه المناعه الفطريه منين مكونه؟ مكونه من الجلد، الوغ لابو ديالنا اللي كتحمينا ضد جميع لي زانفاكسيون بكتيريان، الوغ الاغشيه المخاطيه اللي كاينه في تجاويف الجسم بحال الاغشيه اللي كاينه داخل الانف داخل الفم، تهي كتحمي الجسم من لانفازيون اكستيريور. كاين الدموع، كاين لا ساليف ولا اللعاب، كاين الصمغ ديال الاذن، يعني هذاك لا ماتيير جون اللي كتكون في الاذن اللي الاشخاص كيحسبوها كيبقاو نيتوايوها كيحسبوها هي داك الوسخ ديال الودنين. الوغ هي ماشي الوسخ ديال الودنين، ما هي طريقه الدفاع ديال الودنين، هو صمغ الاذنين طريقه ديال الدفاع يحمي الاذن باش ما كتدخلش الميكروبات. الوغ هذه بالنسبه للمناعه الفطريه. انا بالنسبه للمناعه المكتسبه، هي مناعه كيكتسبها الجسم ملي كيتعرض شي مره للمرض وكيولف دوك البكتيريا ودوك الجراثيم، دوك المرات الثانيه غيكون عنده اكثر مقاومه لهذوك الامراض. هي مناعه اوسي مكتسبه عبر لي فاكسان ولا عبر التطعيم، وهي مناعه مكتسبه عن طريق النظام الغذائي وعن طريق التغذيه. الوغ وكاين ثالث نوع من المناعه، هو المناعه اللي هي السلبيه. الوغ هي المناعه المستعاره من مصدر اخر، يعني مثلا الام اللي كترضع الوليد ديالها الى تصابت بشي مرض، فالوليد اوتوماتيكمون عبر داك الحليب غيكتسب هو هذيك المناعه اللي هي مؤقته ضد الامراض اللي تعرضت لها الام. دونك كيف ما قلت، مناعه فطريه، مناعه مكتسبه، ومناعه سلبيه. الوغ ما نساوش اوسي كاينه في اطار المناعه الفطريه كاينه اوسي العصاره الهضميه اللي كاينه داخل المعده، داك الحموضه الزايده اللي كتحمينا فهي كتحمينا من البكتيريا. وكيف ما قلنا في حلقات سابقه، اهم بكتيريا اللي دابا ولات متواجده هي الجرثومه الحلزونيه، فهذيك الحموضه فهي وسيله لقتل البكتيريا وقتل الجراثيم. يعني الدور المناعه هو انه كتقاوم يعني كل حاجه ممكن انه تدخل الجسم ديالنا اللي ممكن انه تضر بها. داكشي علاش يعني خاص المناعه ديالنا تبقى دائما قويه. فنبغيو نعرفوا شنو هما الاسباب، يعني واش كاين شي اسباب اللي هي واضحه اللي كتعطي او لا كتنقص او لا كتضعف المناعه في الجسم؟ وي الوغ كاين واحد الاسباب اللي هي معروفه، وكاين اسباب اللي هي ايديوباتيك، يعني مازال ما عرفناهاش. الوغ اللي معروفه على راسهم العامل الوراثي. الوغ العامل الوراثي كيتعتبر من اهم الاسباب، يعني كتلقاي دي فامي اونتيير اللي فيهم امراض ديال نقص المناعه، يعني كتقول لك لا مامون لي طونط لي نوفو. دونك كاين واحد النوع من الوراثي ونوع من الاستعداد الجيني للامراض نقص المناعه. الوغ اوسي كاين العامل المحفز، صافي داك الشخص كتكون عنده مناعه اللي هي نورمال وكيدير شي حوايج ولا كيتصاب بشي امراض اللي كتحفز له داك النقص ديال المناعه. يعني مثلا الا كان واحد النظام الغذائي اللي هو غير صحي، مثلا قله النوم،
يعني قلة النوم فهي كتساهم بواحد الشكل كبير في نقص المناعة. حنا كنعرفوا بان في النوم ديالنا كنفرزوا واحد الهرمونات اللي هي لا ميلاتونين ولا فالونتونين. الوغ ملي هاد الهرمونات ما كيتفرزوش بواحد الشكل اللي هو مستقر واحد الشكل اللي هو مزيان ف يا اون ريبيركوسيون على المناعه. كاين اوسي الاصابه بالامراض النفسيه لو ستريس الحاله العصبيه حيت كيزيدوا من افراز هرمون كورتيزون كيزيدوا من هرمون الادرينالين وهادو بجوج كياثروا على المناعه. كاين اوسي مثلا بعض حالات الاكتئاب نوتامون البيبي بلوز هذاك الاكتئاب اللي كيجي عند الولاده سورتو من بعد الولاده نتيجه اضطراب الهرمونات والى ما داواش والى استمر فمن بعد ديك الفتره ديال النفاس فكانت السيده كتصاب بنوع من نقص ديال المناعه. الوغ كاين اوسي الاصابه بعدوى معينه يعني مثلا الشخص اللي كيبقى يجيه بوكو دانفيكسيون يعني مثلا جاتو الانفيكسيون مره الاولى الثانيه الثالثه فاوتوماتيكمون داك الجهاز المناعه مره على مره على مره غيضعف ما يبقاش قوي. كاين التدخين كاين الادمان يعني الكحوليات حتى هو كياثر على المناعه. كاين الارهاق لا فاتيغ مثلا كاين اشخاص اللي ملي كيتفاتيغاو فهو كيخرج لهم لي بوتون دو فيفر ولا لي خباس كيقول لك انايا حيت عييت حيت كنت سهران هذاك لو بوتون دو فيفر وداك لي خباس علامه من علامات نقص المناعه يعني الشخص كان متعوب. دونك كيف ما قلت الارهاق. كاين اوسي مجموعه الالتهابات نوطامون التهاب الكبد لان الكبد من اهم الاعضاء اللي كيدير لنا تنقيه الجسم واللي كيساهم في المناعه. دونك الا كان الكبد مصاب فهناك ريبيركوسيون على المناعه. كاين اوسي اهمال النظافه الشخصيه يعني الناس اللي ما كيغسلوش يديهم بعد استعمال الحمام ولا ما كيغسلوش مزيان الخضر والفواكه كيقدروا ياثروا على المناعه ديالهم فيكتيمون ولا اللي كياثروا ولا اللي كيستعملوا بزاف ديال لي برودوي يعني لي ديتيرجون ولا يعني كيستعملوا المنظفات يعني ديال فيكتيمون اللي كيستعملوا المنظفات اللي فيها بزاف ديال المواد الكيميائيه هادوك اوتوماتيكمون ملي لا بو ديالهم كتكون اون كونتاكت مع دوك لي ديتيرجون اللي فيهم بوكو دو برودوي كيميك نوتامون. دونك كاين واحد التاثير على المناعه ديالهم علاش انهم كي لا بو ديالهم كتقيس داك الديتيرجون و تال كيستنشقوا هذاك لي برودوي كيميك. دونك الي اون ريبيركوسيون. كاين اوسي بعض الادويه كاين بوكو دو ميديكامون اللي كيديروا نقص من المناعه و اون تيت دو ليست كاين لا كورتيزون يعني لي كورتيكويد كيأثروا على المناعه. لي زونتي انفلاماتوار مضادات الالتهاب كيأثروا على المناعه ولي زونتيبيوتيك يعني المضادات الحيويه اللي كيتخادوا بزاف كيتخادوا كاين اللي كياخذوا بطريقه عشوائيه يعني يعني كيولفهم يعني على مدار السنه اللي عارفوا خيضر يجي حرق الراس او حرق يعني ديال الظهر او لو الحلقم صافي كياخذوا بدون استشاره طبيه الوغ هادشي كيأثر الوغ هذيك كارثه يعني كارثه عظمى لان لي زونتيبيوتيك كيدمروا جهاز المناعه كي فريمون كيقضيو على جهاز المناعه فاشون كيف ما قلت قبيله حنا عندنا مناعه اللي هي فطريه وخصنا نحافظوا عليها شكر الله سبحانه وتعالى خلقنا بها وعندنا واحد لو باتريمون وعندنا المناعه المكتسبه اللي خصنا نخدموا عليها باش نزيدوا هذا الشيء اللي كاين فعلا خاص المناعه الفطريه نحافظوا عليها وفي نفس الوقت نكتسبوا مناعه يعني امور في المناعه باش تزيد تقوي يعني الجسم ديالنا. بالنسبه للاعراض يعني كيفاش نعرفوا على انه راه هذاك الشخص او ديك السيده راه عندها يعني ضعف المناعه في الجسم؟ الوغ بالنسبه للناس اللي كتجيهم مثلا عندهم واحد القابليه زايده للاصابه بالعدوى يعني مثلا الى تروحوا كتروحوا بزاف كيطول فيهم مثلا كيطول فيهم الروح افكتيفمون يعني واخا كياخذوا فيتامين سي ولا كياخذوا مثلا بعض الادويه اللي هي بسيطه ما كيبراوش. الاشخاص اللي كيجوهم بزاف ديال لي زانفيكسيون يعني في لاسفير اويغيل يعني الانف والاذن والحنجره الاصابه بالالتهابات الرئويه التهابات الشعب الهوائيه لي سينوزيت الجيوب الانفيه. الوغ الاشخاص اللي كيطرى لهم اضطرابات في الدم مثل انخفاض الصفائح الدمويه يعني لي بلاكيت ملي كيديروا التحاليل كيلقوا بان لي بلاكيت ديما عندهم هابطين وكيلقوا بان خلايا ديال المناعه هابطين نوتامون لي بولينوكليير نوتروفيل. الوغ ملي كنقبطوا ديك لا بروميير فيش ديال الاناليز فالناس كيركزوا على الهيموغلوبين الهيموغلوبين هي كريه الدم الحمراء اوغ كل تحت عندنا الخلايا المناعه كلهم يعني عندنا لي غلوبول بلونش عندنا لي بولينوكليير نوتروفيل عندنا لي لينفوسيت يعني الشخص ملي يدير التحاليل الى لقى الاضطراب في هاد الخلايا فغيعرف بان اوتوماتيكمون عنده مشكل ديال المناعه. داكشي حنا كنانسيستيو على المراجعه الدوريه للطبيب باش يدير لو بيلون ديالو باش الى بدا نقص المناعه في الاول نبصرو به يعني دغيا اون سوف لا سيتوياسيون. كاين اوسي المشاكل ديال الجهاز الهضمي بدون سبب يعني الشخص ما عنده لا جرثومه ما عندوش اون ريزون سبيسيفيك مي ديما كيقول لك انا كنحس بالمعده ديالي المصران سافا با
تبدا ديما عنده التقلصات، ديما عنده فقدان الشهيه، ديما عنده لانوزي، الوغ بروده اليدين، لان الاوعيه الدمويه ملي كتعرض للالتهاب هي كدير واحد النوع من التقلص. هذاك التقلص كيجيب لا فخوادور دي مومبر، يعني كاين الاشخاص كيقول لك يبردوا عليهم يديهم، وبعض المرات كتكون نعاس كيقول لك القرج لي بارد. الوغ جفاف العينين، يعني ديما عيناته اما عيناته ناشفين بزاف، اما العين الورديه البينكي اي، يعني ديما العين كتكون حمراء، ديما كيقول لك راه واقيله الحساسيه. هادو من علامات نقص المناعه. كاين التعب الشديد والاعياء، كاين الحمى بدون سبب، يعني ما كايناش اون انفيكسيون، ما كايناش اون انفلاماسيون، كاين سخانه، كاين سخانه، كاين الطفح الجلدي، يعني ديما يعني اي حاجه كيقيسها ولا اي حاجه كيكون معها اون كونتاكت ماشي شي حاجه بارتيكولير، كيخرج فيه واحد انورتيكير، واحد طفح اللي هو جلدي. الوغ الحساسيه الزائده من الشمس، لا فوتوفوبي، يعني كاين الشخص اللي كيقول لك انا الاشعه الشمس كتحرقني في عينيا. الوغ كاين الوخز في اليدين والقدمين، يعني دي باراستيزي، يعني بحال النمل. فوالا هادو من اعراض ضعف المناعه. وبالنسبه للتشخيص بحال دابا مثلا واحد حس انه عنده نقص في المناعه، غير شك مثلا وبغى يدير استشاره طبيه، نتوما كاطباء يعني فين كتبان لكم انه راه عنده مثلا نقص المناعه؟ كتطلبوا تحاليل بيلون جينيرال، تحاليل ديال الدم؟ الوغ هادشي اللي قلت انا كنطلبوا تحاليل ديال التركيبه الدمويه، ان اف اس بلاكيت، كنطلبوا اون سي ار بي واون في اس. سي ار بي هو مؤشر الالتهاب، ولا فيتاس دو سيديمونطاسيون هي مؤشر الانفلاماسيون ولا الانفيكسيون. صافي كيبان داكشي واضح، يعني في كيبان لنا هناك اضطراب المناعه ديك الساعه. الوغ كنصيفطوه عند ان ميدسا انترن، يعني ان انترنيست، اخصائي في الامراض الباطنيه، اللي ديك الساعه هو كيعطيه التحاليل ديال المناعه، لان امراض المناعه كاين امراض اللي معروفه وكاين امراض اللي غير معروفه. مثلا امراض ديال المفاصل الروماتيزميه، كاين لا بولي ارتريت روماتويد اللي دابا ولات عندنا شويه بكثره في المغرب. كاين سيندروم دو غوجو، هما امراض يعني غار، يعني حالات يعني الناس يقدروا مثلا يكون عندك حاله في الاسره ولا حاله ما كايناش ميم با، يعني الناس ما كيعرفوهمش. مثلا اللوبوس ولا مرض الذئبه الحمراء، مثلا البيست مرض بهجت. الو سيندروم دو غوجو، شنو هو سيندروم دو غوجو؟ للاسف هادو كانوا يعني ما كناش كنسمعوا بهم نهائيا مؤخرا، يعني حتى من خلال البرامج سواء صحه وسلامه ولا برنامج جامع ولا تيسمحنا، يعني كيتواصلوا معنا السيدات اللي صراحه عانوا من هاد المشاكل، ولدرجه انهم ما تيعرفوش عليه، والله الا كيقول لنا تيطلبوا منا ان نبرمجوا حلقه يعني من خصوص هاد المواضيع ان شاء الله ونركزوا عليها. الو ما كناش كنسمعوا بهم باسكو اولا هما امراض ما كاينينش بزاف اترافير لو موند، يعني باقي النسبه ديالهم شويه ليميتي. مي ثانيا ما كانش تشخيص، دابا ولا تشخيص، يعني هاد التحاليل ولاو كيداروا على الاقل ينقصوا الاعراض، تكون واحد وياخذوا الدواء باش المرض ديالهم ما يتفاقمش. الوغ كاين اوسي واحد الامراض الاعصاب اللي هو مرض التليف المتعدد، يعني لا سبونديلو ارتريت اونكيلوزونت، اللي كاع الاعصاب والالواح العصبيه كتشنج، يعني الشخص دائما كيكون في واحد الحاله من تشنج. كاين بعض الامراض المناعه اللي كتظهر على مستوى الجلد بحال الصدفيه، بحال البسورياسيس. كاين امراض في الكلي. الوغ للاسف هاد امراض المناعه ما عندهاش دواء، يعني يعني نكونوا صراحه انها ما كتداواش، مي الستوب، يعني الدواء كيساهم في واحد الحاجه اللي هي مهمه، سكو كيحبس العواقب ديالها ولي كونسيكونس ديالها باش الحاله ما تفاقمش، ما تطورش، يعني ما يكونش مضاعفات اللي هي صعيبه، يعني كيتنقص الاعراض. فوالا سي بور سا كو كان انسيستي بان ديجا نحافظوا على المناعه ديالنا، يعني ما نوصلوش لامراض المناعه، يعني نحافظوا على المناعه ديالنا قدر الامكان، ونتكيسوا على الجسم ديالنا قدر الامكان، باش كوم سا ما نوصلوش لهاد امراض المناعه اللي باقي، يعني على صعيد الطب باقي ما كاينش فعلا ما كاينش يعني شي ابحاث كثيره اللي دارت، جميع الابحاث اللي دارت والادويه اللي دارت فهي بور ستوبي، يعني بور بلوكي، ماشي باقي ما وصلتش للعلاج. لا مضمون ما وصلتش للعلاج. واخا بالنسبه للاطفال، يعني دائما كنسمعوا انه الاطفال المناعه ديالهم قليله مازالين صغار، فكيفاش نساعدوا يعني وليداتنا انه يكون تقوى لهم المناعه؟ الوغ انا كنعتبر بان المناعه هي واحد المثلث، الوغ وكل ضلع في هذا المثلث فهو سر من اسرار من اسرار المحافظه على المناعه. الوغ نعتبر المناعه هي ذاك المثلث. الوغ الضلع الاول هو كيعتمد على الاغذيه اللي كتقوي المناعه. الضلع الثاني كيعتمد على الشفاء من الامراض، يعني مثلا اذا كان شي مرض من الصغر خصنا نداويه، خصنا دياغنوستيك بريكوس، يعني خصنا ديما نديرو كشف دوري على الاطفال ديالنا، دونك اي مرض بان لينا خصنا نداويه. دوزيامون الاغذيه، الوغ الاغذيه اللي كتقوي المناعه خصنا نركزوا في معنى الحميه،
الغذائية. شنو هي الحمية؟ الحمية في اللغة العربية جاية من كلمة الحماية، من كلمة التحامي والاحتماء. صافدير كنتخباو، الوغ صافدير كنتخباو مورا شي حاجة. الوغ الحمية الغذائية صافدير كنتخباو وراء الغذاء، وراء تنظيم الغذاء، لأن الغذاء كيصنع المعجزات. صافدير كو إلا تبعنا حمية سي با اون ريستريكسيون، يعني ما كنحرموش راسنا. الحمية ليست بحرمان ولكنها احتماء، يعني كنحافظوا على الصحيحة ديالنا. والدرع الثالث ديال المثلث هو تنمية وتغذية الروح. صافي دير كو النفس ديال دوك الوليدات، يعني خص تكون واحد النوع من الثقة بالنفس، واحد النوع من القوة، باش كمسا كنخدموا على الصعيد النفسي والصعيد الغذائي والصعيد العضوي. دونك إلا كانوا هادو بثلاثة فكاين المناعة، حيت كيف ما قلت قبيلة فأنواع ستريس وقلة النوم والمرض النفسي ولا الاكتئاب ولا الأعصاب، فهو كيدهور من المناعة مع هاد سوء التغذية وهاد دونك خصنا يفو اجير سور التغذية، باسكو التغذية هي عامل كبير، يعني مهم جدا، يعني في لا في الصحة ديالنا، الحماية من الأمراض، الحماية يعني تقوية المناعة. سي بور ساك جي انسيستي على تفسير كلمة حمية باش الناس ما يعتقدوش يربطوهاش بالريجيم. افكتيمون سي با لو ريجيم اليمونتير. الحمية جاية من كلمة احتماء، سافدير كو حنا اون فات بروتيجي. الحاجة اللي كتحفظنا كتدافع علينا، دونك اوتوماتيكمون خصنا نتبعوها. دوزيامون يعني تنمية الروح للوليدات والنفس ديالهم، لأن أي حاجة نفسية ولا الوليد إذا كان كيتعب ما كينعش مزيان ما كينعش بكري، شي كله كيأثر، هاد الشيء كله كينقص من المناعة. دونك الساعات ديال النوم تري امبورطون، يعني وليدات صغار مثلا، انا ولد كيجيو عندي في كابيني دي زانفون اللي كتلقى عنده 9 سنين 10 سنين، كيقول لك بابا ولا ماما كيقول لك راه ولدي معصب. سي با نورمال كو وليد عنده 9 سنين ولا 10 سنين يكون معصب. علاش؟ باسكو باقي يعني ما كاينش مسؤوليه الحياه، ما كاينش هموم، يا ريان دو تو. هو خصو كيف ما كنقول للوليد يلعب وياكل ويشرب ويقرا. يعني ما كاينش واحد دوك، ما كاينش سبب لك التعصب، ما كاينش سبب لقله النوم، ما كاين سبب بانك يبقى حتى الوحده الصباح ولا جوج الصباح باش كينعس. يا با دو غيزون. دونك الا وليداتنا ربيناهم من الصغر على هذا لو برينسيپ، فما غيكونش امراض المناعه. فعلا، يعني وحنا كنتكلموا اليوم على المناعه، يعني ما كناش كنربطوها بقله النوم، يعني ما كنقولوش شنو العلاقه ما بين انه المناعه تقلل لينا وباننا نعسنا مزيان اولا ما نعسناش اولا نعسنا بكري اولا لا، في حين انه كاين علاقه كيف ما شرحتي لنا. افراز الهرمونات اللي هي كتنظم الجهاز المناعه ديالنا كتفرز في في في, في الليل. كاين اوسي الكبد، الكبد اللي هو الانورغان دو ديتوكس، اللي هو اهم عضو في الجسم ديالنا اللي كيساهم في المناعه. فالكبد كيخدم من 11 الليل ل 1:30 الليل، هذه راه مده قليله، راه ماشي طويل. نورمالمون النهار كله هو ما خدامش، كيجي حتى 11 و 1:30 دو ماتان وكيبدا ينقي لنا الجسم. يعني الا فوتنا هاد الساعات كنكونوا ناعسين فيها، باسكو ما كيخدمش وحنا فايقين. دونك اوتوماتيكمون خصنا نعطيه الراحه باش حنا نكونوا ناعسين باش هو يقدر. علاش نورمالمون الناس اللي كيكونوا كيخدموا بالليل هما اللي كيكونوا اكثر عرضه الامراض، هما اللي كيمرضوا بزاف، اللي كيكون مقلوب عنده الليل بالنهار. الوغ هذاك الله يحسن عوانو، عنده لو ريتم دو في خدمه، هكذا ظروف الوغ ربي يشفي. فوالا انا كندوي على العامه، يعني اللي ما عندوش ظروف خاصو ينعس مع يعني مع 11 دو سوار. فعلا. وقبل ما ندوزو بالنسبه للتغذيه المناسبه والمفيده اللي كتساعد على تقويه جهاز المناعه، نبغيو نعرفوا معك دكتوره، يعني شنو هما السلوكات الخاطئه او التغذيه يعني الغير صحيه اللي كتشوفي على انه راه كتسبب او لا كتاثر على جهاز المناعه، ويعني في ظل هاد الوجبات السريعه وهاد الامور كامله اللي ربما بزاف ديال السلوكات كتشوفيها لا عند الكبار ولا عند الصغار. افكتيمون. الوغ اولا سي لي فاست فود، لي جانك فود، اللي فيهم الوجبات السريعة. الوجبات السريعة اللي فيهم بزاف ديال المواد حافظة. الوغ كاين اوسي مادة الجلوتامات الصوديوم، اللي هي واحد المنكه اللي دابا كيتستعمل في هاد الوجبات السريعة، اللي كدير واحد النوع من الإدمان ومن تنشيط الغدد. داك الشيء علاش الواحد ملي كيولف ياكل في لي فاست فود، فتلمو داك الطعم ديال الفاست فود كيجي زوين كو ما كيقدرش يعني يتخلى عليه، يعني ديما كيتشهاه ديما كيبغي. هذيك جايه من ماده الجلوتامات الصوديوم، لان كتاثر على افرازات الغدد ديالنا. دونك هاد الماده كتساهم اوسي في نقص المناعه. كاين اوسي لو فات كو كان القليان، يعني انا ضد لو فات دو فريغ، لان القليان كيدير ماده لاكريلاميد، لي بيروكسيداز، لي ميلانويد، اللي هي كابحات الامتصاص. صافي دير واخا بالمقابل ناخذ الخضر والفواكه، فداك المواد اللي كاينه في القلي دارت لينا ضعف الامتصاص ولا كبحات ولا حبسات لينا داك
داك داك الامتصاص. الوغ كاين وسي بالنسبه للاطفال خصنا نركزوا بزاف في الصغر ديالهم ان لي جوي اللي يكونوا كيلعبوا بهم من الافضل يكونوا مصنوعين من الخشب ولا اضطرينا باننا نشريو لهم دي جوي اون بلاستيك فخص يكون داك البلاستيك حامل لواحد العلامه ديال الكاليتي لان كاين واحد اللعب اللي هما مسموح للاطفال انهم مسموح للاطفال يلعبوا بهم لان ماده البلاستيك اللي فيها هي البيسفينول كدير واحد بزاف المشاكل كتاثر بزاف على الغدد وكتاثر على المناعه دونك نحطوا البال من استعمال البلاستيك باغ اكزومبل لي بوتيت في كي موردي لي ستيلو يعني كيبقاو يعضوا في لي ستيلو ولا كيبقاو يلعبوا بلي باي فهداك البلاستيك كيتسرب ويعني كيدخل الجسم وهو كيأثر على المناعه خصنا نردوا البال اوسي كو الماكله من نحفظوها نديروها في لي كونتينر نديروها في جبوا نخزنوها يعني مثلا في الثلاجه ولا يعني نديروها في بلاستيك يكون من نوع جيد ونحاولوا ان ما تكونش الماكله سخونه ما خصهاش تكون سخونه نحطوها في بلاستيك تتبرد تتبرد باش نحطوها في داك لا بواط اللي غنخزنوا فيها الماكله وتكون من واحد لا كاليتي مزيان البلاستيك ديالها يكون مزيان كنانسيستي بزاف على البلاستيك الوغ نحاولوا نستعملوا مطهرات منزليه لي ديتيرجون اللي ما يكونوش فيهم بوكو دو برودوي شيميك اي وكاين دابا بزاف الامور طبيعيه يعني من الخزامه من الحامض يعني اللي ممكن نصايبهم في الدار وهكا وكيعطيو عطر زوين للبيت الوغ والنقص سي الوغ كاين واحد لا ريغل ان في جميع المنظفات سواء منظفات المنزل ولا منظفات الملابس قد ما كانت الرائحه ديالهم مجهده قد ما فيهم لي برودوي شيميك قد ما صالحينش راه سي با لو كونترير يعني كاين السيدات اللي كتقول لك انايا خصني كنفرحوا بالريحه ولكن على حساب يعني شاست تنفسي على حساب المناعه على حساب سورتو الرئتين داكوغ كان انسيستي اوسي بزاف على لي برودوي اللي كيغسلوا بهم لي فيتمون يعني لا ليسيف انهم حتى هما ما خصهمش يكونوا فيهم المواد يعني الكيميائيه دونك هادو كلهم كيأثروا على المناعه واخا إذن مستمعينا أكيد مازال مواصلين رفقة الدكتورة صابرين الشيوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية وفي الحمية الصحية اليوم كنتكلموا على المناعة والتغذية غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا أكيد لاستقبال مكالماتكم الهاتفية مرحبا بكل تساؤلاتكم الطبية تجاوب عليها مشكورة جدا دكتورة صابرين الشيوي على 0522 88 00 60 61 62 ومن بعده غادي نتكلموا على شنو هي التغذية المفيدة جدا لزيادة يعني في الكفاءة ديال الجهاز المناعي واللي كتقوي المناعة في الجسم. إذن نواصلوا دائما رفقة الدكتورة صابرين الشيوي طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري أخصائية في التغذية وفي الحمية الصحية اليوم كنتكلموا على المناعة والتغذية غادي ناخذوا بعض المكالمات الهاتفية ونرجعوا باش نتكلموا على شنو هي التغذية اللي كتقوي المناعة معنا أول مكالمة حسنة من الدار البيضاء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حسنة بارك الله لك الله يبارك فيك الحمد لله لاباس الحمد لله الحمد لله الله يخليك ما عرفتش انا حتى خارجه شويه على الموضوع ولكن ماشي مشكل تفضلي كنت دايره قبل ما ندير ستيريلي كانت كتجينا لا غير تقريبا كدير لي السيكل 20 جوغ قل كاع من 20 جوغ بعد ما بعد نسيت مشيت عند جينيكولوج دابا شي مشيت عند جينيكولوج قالت لي عطاتني مجموعه ديال التحاليل وي درتهم وخرجوا تقريبا كلهم نقول لك التحاليل شنو فيهم اف اس اش ال اش عطاتك الاف اس اش والال اش عطاتني اف اس اش هي ديال الغده ياك لا تي اس اش الغده ديال هرمون الحليب ياك عطاتني هرمون الحليب وي برولاكتين برولاكتين عطاتو ليا مزيان ما في والو وي عطاتني تي اس اش هي اللي خلعتني قالت لي راه الغده بنتي خصك تمشي تشوفها في اقرب وقت حيت المرتفع ديالها شحال لقيتي تي اس اش شحال لقيت 5.30 وي ماشي مرتفعه بزاف ليميت 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 بلا ما نخاف يعني ولكن خصني نمشي نشوف طبيب الغده وي مي ان جينيرال ملي كنلقاو 5.30 ما كنداويوش من دو بروميي كو غنطلب منك تعاودي لي لا تي اس اش ان موا ابخي لا بروميير اناليز اها دابا امتى درتي هاد لا تي اس اش ديال 5.30 يلا في 26 جوان يلا درتهم عاد داكور لو 26 جوان داكور الوغ ديبي اوت غتعاودي لي لا تي اس اش وغدير لي معاه اون تي 4 تي 4 ياك تي 4 لا لا تي اس اش و تي 4 صافي تي اس اش و تي 4 داكور اوكي كولاكتين قيت 8.75 وي مزيانه
لقيت عطاتني انوغرام، لقيت بروتين توتال 22.80 هابط شويه. عطاتك انوغرام سانغان؟ سانغان في بوتاسيوم صوديوم. ايه وي داكور. بغيت بروتين توتال 22.80 وي، الصوديوم خينا 139.30، بوتاسيوم 3.54 مزيان وي. الكلور هذا اللي ما عرفتش شنو هذا الكلور، 107.20. هادو مجموعه ديال الاملاح المعدنيه داكور، ما اللي كيهمنا بزاف 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 داكور سي سورتو البوتاسيوم داكور. الوغ الصوديوم، الصوديوم وي. الوغ المغنيزيوم، المغنيزيوم ما كاينش، ما درتكش بإيونوغرام سونغا افيك مغنيزيوم الا ما فيش مغنيزيوم؟ لا ما كاينش مغنيزيوم. الكالسيوم، كالسيوم 102، 102 داكور. الوغ هادو اهم املاح معدنيه. طالع الكالسيوم ياك جاني فلان نو اللي بيان اللي نورمال، حيت حنا كنطلبوا كنبغيو يكون ابارتيغ دو 85، دونك الكالسيوم مزيان نو مزيان. لقيت لا فيريتين لقيتها انفيريور ا 10 وي، ولقيت ليموغلوبين 9 لقيت هذيك لا في اس لا فيتاس دو سيديمونطاسيون شحال هذه هذه ديجا ما طلبتهاش لي انا اللي درتها، حيت عندي مشكل في ظهري وي بروده، كيضرني ظهري كيضرني ظهري وكيضرني عنقي وداك الشيء. لقيتها في اس بروميير 41 داكور، ودوزيام 84. هذه طالعه طالعه بزاف، هذه عندها علاقه بسرعه جريان الدم وبالالتهاب، فاكسبليك عندك بدايه ديال البروده. بدايه ديال البروده فوالا. وليموغلوبين 9 عطاتك عليها الدواء هي ولا فيغيتين؟ عطاتني الدواء، عطاتني ولقات كيست في الوالده، قالت لي ما غادي نديروا ليه والو، غنشوفوا من 6 شهور ل 6 شهور. شحال فيه العباك ديالو؟ فيه 4 سنتيم، قالت لي عامر بالماء. داكور. وحيدت لي ستيري اللي قالت لي بنتي ما راكداش مزيان كانت، وحيدتها لي. داكور. دابا شنو دايره كوسيله منع الحمل؟ والو، مازال دابا والو، واخده احتياط وصافي. داكور داكور. واخا حسنة، واخا حنا غادي نجاوبوك، تفضل دكتورة. الوغ بالنسبة لحسنة فهي كدير حالة من الانيمي داكوغ، الوغ لو كيست طونكو فيه علمة ما تخافش منه داكوغ، خصها تاخد الدواء ديالها وتبع ريجيم اليمونتيغ ديال لو فيغ. بالنسبة لا في اس فأنايا كنوصيها بأن تزيد شوية من الحركة، يعني الفي اس هي كتخطر الدم اللي كتعطي تخطر الدم وي، ما هي كتكون مرتفعة في حالة التهاب يعني ولا في حاله البروده. داكور. دونك انا ما كاينش الحل لا في اس الا انها تبدا تحرك ان بو بلوس، تتمشى شويه اكثر فوالا. سينو كاين واحد المكملات غذائيه اباز دويل دافوكا داكور، ما نقدرش نقولها الاسم ديالهم، مي سون تري افيكاس بوغ يعني بوغ تو سكي الظهر، الام ديبي دارتروز، يعني كيعطيو مفعول اون كاد في اس كي الفي داكور. هادو متوفرين هنا؟ وي وي كاينين، وي كاينين. الوغ انا بالنسبه لي هي زولت ليها لو ستيريلي حيت ما كانش محطوط مزيان، مي اوسي خصها تزول ستيريلي لان عندها فقر الدم داكور. الوغ ملي كيكون عندنا فقر الدم حاد بهذا الشكل جميع وسائل منع الحمل فهي خصنا نبعدوا عليها. يا ريت ما تستقر، ريت ما تستقر بيان سور. لا تيغويد انا غنطلب منها دير لي اون تي اس اتش تي 4 تعاودهم وتعاود تتصل بينا وتقول لي شنو كاين. واخا واحد المستمعه نعيمه ام نهى كتسولك دكتوره، بنتي دغيا كتسخن الا كانت الحراره، يعني واخا ما كتخرجش للشمس لكن غير كيسخن الجو صافي السخانه بدات، واش هذا كيدل على نقص المناعه؟ البنيته عندها 3 سنين و 8 شهور، البارح وصلت لها الحراره 39، وهذا الشيء ملي كانت عندها 5 شهور، كانت كتقول يعني في الصغر راه غير مشكل ديال السنينات يعني يلاه كيتنوضهم، ولكن لحد الان باقا فيها واخا يعني واخا كملت السنان ديالها، فبغات تعرف شنو هما الامور اللي كيساعدوا على تقويه المناعه في هذه الحاله مثلا. اولا من لي بروميير زعما مؤشرات نقص المناعه هو لا فيفر، هو السخانه بدون سبب. بدون سبب. الوغ بيان سور خصنا نقلبوا على السبب، يعني خصها ديها البيدياتر ديالها وتشوف ياك ما عندها مشكل ديال انفيكسيون اورينير، لان الوليدات الصغار كيكون عندهم مشكل ديال المسالك البوليه. شفت حالات فعلا اللي عندهم المسالك البوليه وكتكون بحال يعني الكلاوي مثلا بحال منفوخين شويه ولا هذا، تعطيو يعني كاين علاقه في المسالك البوليه فعلا. ولا خصنا نشوفوا ياك ما عندها مشكل في الاذن اون اوتيت، لان حتى لي زوتيت كيعطيو 30 في لافيير. دونك منين نحيدو زعما ديال الشكوك ديالنا يعني في هذه المسالك البوليه وديال الاذن، ولا قلبها الطبيب وما لقى عندها والو ومالغري صا بقات عندها السخانه، فديك الساعه خصها ان بيلون ديال المناعه، لان السخانه بدون سبب من اول مؤشرات مرض ضعف المناعه. واخا. معنا خديجه من فاس. الو خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
دكتورة تنسلموا عليها الله يكثر خيركم. الله يبارك فيك. ما فيش بحالها نهائيا. مرحبا لالا. من الصباح حتى الليل. الحمد لله. الله يتمم عليكم بالخير. يا ربي امين حنا وانتوما. الله يبارك فيك. الله يخليك. انا عندي لو بوس. وي. ويعني اي حركة وهذاك الدواء اللي كناخذ راه عرفت الدكتورة. وي وي. عرفتي هذاك الدواء قصدي دابا الكلاوي. وي. وقال لي الدكتور دابا عندك يلا 35 اللي بقاتك في المية ديال هذاك ولا هذاك راه غيديري الدياليز. المهم هادشي كله الله يخليك. انا غير كندير اي حركه كنبقى كنعرق العرق هذا بما كيتكبوا عليا. وي. يعني اي حركه درت واش كيقلقني بزاف. وي على على هذا على هذا العرق تلقى نعرق من راسي نعرق. وي الوغ الشريفه لوبوس 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 كنعرفوا بان عنده اثر على المفاصل داكوغ. اي لا فوالا. وكنعرفوا اوسي بان عنده اتاك على لي غان فورسيمون الدواء ماشي بالضبط الدواء مي هو كمرض ديال المناعه فهو كي اتاكي لي غان داكوغ. نعم. الوغ حاجه اخرى لوبوس ديالك انت واش قاسلك العوينات قاسلك الجلد شنو هما الاعراض اللي عندك يعني لوبوس ديالك في... انا عندي واحد الميكروب فيه ما عرفتش شي عندي واحد الحبوبه عندي فوق الكلاوي فيها 33 ملم. وي فوق الكلوه. اما راني نسيت هذيك السميه ديالها واعره يعني انا كنحسبها بحال يعني كونسير هذاك عندي هذاك وعندي والعينين خلاص هذاك دابا ما شريفه ما سميتهاش نيفروبلاستوم. ايه داك. وي ولا لا وهذاك الكلاوي قلت لك وعندي ما كنقدرش نتمشى يعني بحال دابا خلفه خصني نجلس غير خلفه وخصني نعس يعني 24 على 24. وي الا فاتك غير نعس ما خصنيش الى نص صافي راني مهلوكه. وي الله يطول عمرك لاله الدكتوره. داكوغ الو خليك معنا خليك معنا وسمعي ان شاء الله الدكتوره شنو غادي تجاوب. الو لوبوس من امراض المناعه اللي قلت قبيله بداو كيتزايدوا بداو كيبانوا الناس في المجتمع اكثر لان التشخيص ديالهم ولا اكثر فعاليه. الو هو من واحد المرض ديال المناعه اللي كيقيس الكليوات كيقيس المفاصل وبعض عند بعض الاشخاص فهو كيقيس اوسي يعني لابو كيقيس العوينات. الوغ لو فات كو انها كتقبضها النهجه وي باسكو هو كيأثر على الشعب الهوائيه. الوغ لو فات كو انها كتعرق من اعراض لوبوس باسكو لوبوس اوسي ملي كيأثر على المفاصل فكيدير واحد النوع من التعب. دونك انا كان يعني كنقولها بان تبع عند الانترنيست ديالها لان الدواء ديالو راه معروف هو اللي كاين وكيف ما قلت قبيله في الدواء ديالو ما كيبريش يعني الدواء ديالو عار كيحبس لي كونسيكونس لي كومبليكاسيون وكنحاولوا بالادويه اننا كنحسنوا شويه من المناعه لهاد لي بوس يعني بحال قلتي كلاها شويه داكوغ. الوغ بالنسبه لي غان بقاو لها 35% فانا كنوصيها باش تبع نظام غذائي يعني خاص بلي غان يعني انا ان شاء الله غنشوف مع سناء ندير واحد الحلقه خاصه بالنظام الغذائي ديال الكلي لان النظام الغذائي فهو كيرجع من لا كاباسيتي رينال يعني كي فريمون كيساعد على اللي غنرجع الوظيفه ديالها الوظيفه ديالهم فوالا الوظيفه ديالهم. وكنتمنى تكمل معنا الحلقه وتسمع لا ليست ديال لي زاليمون اللي كيقويو المناعه باش تعاون بهم شويه غادي نبداو بهم الا سمحتي دابا لانه الوقت قليل. وي ونكملوا المكالمات شنو التغذيه اللي كتقوي يعني جهاز المناعه ديالنا. الوغ اولا اون تيت دو ليست عندنا واحد الماده سميتها الجلوتاتيون. الوغ الجلوتاتيون هو مضاد للاكسده كيرفع من المناعه. الوغ هذا الجلوتاتيون كيتواجد في جميع الخضر الطازجه. كنانسيستي على كلمه طازجه لان قد ما كانت الخضره خضره كرو فغنلقاو فيها هاد ماده الجلوتاتيون. الوغ حيت هو كيتاثر بالحراره دونك الا طيبنا ديك الخضره بالزايد فداك الماده ديال مضاد الاكسده ما غتبقاش داكوغ. الوغ كنانسيستي على لوزانك ماده الزنك هو ملح معدني ضروري لانتاج لادين الماده الوراثيه. الوغ لي زوم الذكور كيحتاجوه اكثر من الاناث الاحتياجات ديال الزنك عند لي زوم كثيره. الوغ فين كيتوفر وي الوغ كيقوي المناعه كيقوي العظام كيقوي الذاكره كيضبط الانسولين وكيساهم في تحسين حاسه الشم وحاسه الذوق. يعني الناس اللي ما بقاوش كيشموا مزيان ولا ما بقاوش كيدوقوا مزيان فكنوصيهم بمكملات غذائيه في الزنك. الوغ الزنك فين كاين؟ كاين في البيض البلدي. الوغ كاين في السمك كاين في الشعير كاين في الفواكه الجافه على راسهم الوغ الزبيب. الوغ الزبيب
فهو مضاد للأكسدة، غني بمادة النحاس، فيه لي بوليفينول مضاد للالتهاب وكيزيد من المناعة. الوغ اوسي زانك كاين في بذور القرعيات، يعني كاين سورتو في الزريعة ديال القرعة حمراء. الوغ بالنسبة قلنا مادة الجلوتاتشون، مادة الزنك، الوغ وثالثا مادة السيلينيوم. الوغ السيلينيوم فهو كيحفز جميع الانزيمات اللي كتخرج السموم من الجسم. الوغ فين متواجد السيلينيوم؟ متواجد في المحار، يعني سوا لي زويتر سوا كاريمون لي مول ولا بوزروك داكوغ. الوغ كيساعد خلايا الدم البيضاء في انتاج لي سيتوكين، واحد البروتينات اللي كتقضي على لي فيروس وكتقضي على البكتيريا. السيلينيوم اوسي متواجد في الاسماك. الوغ لو تون سارديل كابيو صومون الماكرو، يعني هادشي كله فهو فيه نسبه من السيلينيوم. سينون ناخذ الزنك ولا السيلينيوم على شكل مكملات يعني غذائيه متوفره. الوغ كنوصي بزاف بزيت الزيتون. الوغ زيت الزيتون كيرفع من انتاج بروتينات الكبد لي الفا 1 ولي الفا 2 ولي غاما غلوبولين، هو مطهر للجسم. الوغ بالنسبه لي فزيت الزيتون هو رائع جدا لرفع المناعه. بيان سور ما نفوتوش مقدار ديال جوج معالق كبار من زيت الزيتون، لان كيبقى واحد النوع من الزيت هو سي فري كيهبط الموفي كوليسترول وكيطلع لو اتش دي ال، ولكن ما نفوتوش هذا المقدار، يعني نيفيتيو هذيك التغميسه المغربيه ديالنا ونحاولوا ناخذوه معلقه فوالا ونحطوه في الخبيز ديالنا. الوغ كنوصي اوسي بغداء الملكه، يعني لا جولي رويال، كنوصي بالبروبوليس، كنوصي بالبولين، هما كلهم مشتقات ديال العسل. بيان سور كنوصيو بالعسل، لان الملكه النحله حبوب اللقاح هذو كلهم بيان سور العسل هما معززين للمناعه، كيهبطوا الدهون، مضاد للالتهابات. بيان سور نردوا البال، لان معلقه العسل فيها 21 كالوري، دونك نردوا البال عند الناس اللي مصابين بداء السكري بان فيه فركتوز دونك فيه سكر، دونك ما خصناش ناخذوه يعني بصفه اللي هي كثير. بحال دابا هذا العسل المشتقات يعني ديالو مثلا حبوب اللقاح وغيره مثلا، يعني واش نخلطوا مع الحليب ولا مثلا كتفضلي انه يتشرب مع الماء ولا؟ الوغ انا كان شكون كيفاش كي هذا، وربما تقدر تكون الوغ كيف ما قالت العسل توصل المستهنى فهو قال لنا شربت عسل. دونك انا كنفضل دائما بين العسل ولا مشتقاته يكون دائما مع الماء، لان الماء كياخذ ديما الصفه ديال الشيء اللي كنوضعوه فيه. ce qui fait que quand je préfère que ce soit avec de l'eau. alors كاين الثوم والبصل بجوجهم غنيين بمضادات الاكسده، فيهم معدن السيلينيوم اللي دوينا عليه، فيه ماده الكيرسيتين، فيهم مركبات الكبريت، فيهم لاليسين. alors هادو كلهم كينشطوا المناعه، وكيف ما قلت في حلقات سابقه الثوم ما كيتناولش بوحده، يعني خصنا ضروري ما نخلطوه اما مع الزيت اما مع الماء اما مع اي يخت مع الزبادي باش ما يجرحناش داك لا ميكوز ديال ليستوما. الوغ بالنسبه للبصل فالبصل كيف ما خديتوه يفضل انه يتخاد طري، انا يخضر. الوغ كاين الزنجبيل، هو غني بماده جينجرول اللي هي مضاده للغثيان، محارب يعني محارب للسرطان، مقوي للمناعه. جميع انواع الحمضيات غنيه بالفيتامين سي وغنيات مضادات الاكسده، على راسها المشمش، الكيوي، الوغ الفلافل، لي بوافرون، الجريب فروت ولا ما يسمى بالبومبلوموس، غنيه بالبوتاسيوم، غنيه بالحديد، كاين الاناناس، كاين الباباي. الوغ هما فيهم لا فيتامين سي، فيتامين سي اللي هي كداوي بزاف الامراض ديال المناعه. كاين الجزر اللي هو غني بماده البيتا كاروتين بلا فيتامين ا وكيحمي الأوعية الدموية. كاين الطماطم اللي هي غنية بمادة الليكوبين اللي كتقوي المناعة، و يعني شليضة فيها لي طومات، فيها البصل طري، وفيها شوية ديال السردين ولا شوية ديال الطون، فهي جد جد مقوية المناعة. الوغ مضادات الأكسدة اللي كتواجد في الألياف الخشبية وفي لا فامي دي كروسيفير، يعني تو سكي بروكولي، شو، قرنينة، بقولة، إيبينار، حتى هي كتكافح جميع أنواع السرطانات. الوغ كاين أوسي واحد الدراسات اللي بينات بان المناعه كتبدا من الامعاء، من الميكروبيوت. الوغ لقاو بان بوغ ان انفلو نيرفو، يعني بوغ ان ميساج كيوصل للسيرفو، كاين 9 ديال لي ميساج كيصدروا من الميكروبيوت. يعني اهميه الامعاء واهميه ديك الفلور اللي كاينه في الامعاء، لا فلور الجيده اللي كاينه في الامعاء، البكتيريا النافعه. الوغ خصنا نحاولوا نعززوها. باش كتعزز هذه البكتيريا النافعه؟ بتوسكي مخمر، يعني الخمائر، يعني الريب البلدي مثلا. افكتيمون، يعني الريب البلدي هو رائع جدا. الوغ البن البلدي الي اكسلون، خصنا نشوفوا المصدر ديالو. بيان سور ان خص ديك يعني لافاش اللي تخدم من هذاك البن خصها تكون متابعه من عند ان فيتيرينير باش ما تنقلناش اوسي الامراض. الوغ كاين اوسي الكركمه،
يعني الحرقوم البلدي اللي هو كيرفع المناعه يعني مع كويس ديال الماء ولا كويس ديال الحليب. كاين الشاي الاخضر اللي فيه ماده لاتيين. الوغ كاين رمان غني بالالياف لا فيتامين سي بالبونيفينول كيحافظ على البكتيريا المفيده. الوغ كاين الباربه ولا الشمندر فهي غنيه بالالياف فيتامين سي كتضبط الضغط يعني سورتو فهاد الفتره كيجيو عندنا الناس بزاف اللي عندهم ليبوتونسيون. الوغ كاين واحد البحث انجليزي كيبين بان اللي كيتناول حبه ديال الشمندر في النهار مده 60 يوم او بو دو 60 جور كيتصلح له مشكل ديال لا طونسيون ارتيريال ما كيبقاش يهبط له لا طونسيون ما محتاجش الدواء الا داوم على حبه ديال الشمندر شاك نهار. الوغ كي لفت الوغ كنوصي انا بزاف على لينافي لفت غني بالنحاس وكنوصي على الفجل. الوغ دابا كاين الفجل البلدي ديالنا كاين اوسي واحد الفجل اسود كي تري تري بيان لو غادي نوار اللي كيدير واحد لا ديتوكس ديال لو فوا واللي فيه مركبات كبريتيه اللي هي كترفع من تركيبه الدم وكتساعد في تكوين لي غلوبول روج. الوغ كاين العنب الاسود غني بماده الغزفيراترول اللي هي مقويه المناعه. كاين اوسي عرق صوص هو منبع طبيعي للكورتيزون دونك بس ما ناخذو كورتيزون على شكل دواء ناخذوه على شكل عرق صوص بيان سور نتفاداوه عند الناس اللي عندهم شي فاده الدم. كاين لاسبيرولين هي واحد نوع من لي زالغ ناتشورال اللي هي كترفع من المناعه دونك لاسبيرولين فهي جد مؤخرا السنوات الاخيره تروج لها مزيان يعني سبيرولين ولات معروفه ولا الناس كيستهلكوها افكتيفمون. الوغ كاين الشعير ولا الشوفان غني بماده البيتا غليكان نوع من الالياف اللي مضاده للاكسده مضاد للميكروبات يعني انا كنوصي الناس بزاف بالتلبينه الوغ فهي يعني سنه للرسول عليه الصلاه والسلام واي حاجه في الطب النبوي فهي عندها حكمه وعندها واحد une preuve aussi qui est scientifique et très importante. Alors تلبينا لقاو بان هذاك حساء ديال القمح الشعير فهو غني بماده التريبتوفان. التريبتوفان اللي هو بريكورسور السيروتونين اللي كيجيب لنا هرمون السعاده واوتوماتيكمون الا كان هرمون السعاده فما غيكونش ستريس ما غيكونش ارهاق ما غيكونش تعب المناعه ما غاديش تضعف ليه فالمناعه غتكون يعني حاجه مرتبطه بحاجه فوالا. alors aussi كان انسيتي على الفواكه الجافه يعني اللوز والجوز كان انسيستي على لي زوريجين ديال لي اوميغا 3 ولي اوميغا 9 نوتامون لافوكا يعني لافوكا فهي كترفع المناعه بشكل جيد هي نحاولوا ناكلوها اما في لاسالاد ولا يعني ما نحاولوش نطحنوها مع وهذه الفواكه الموسميه دابا ديال الصيف مثلا شنو اللي الوغ الفواكه الموسميه هما مزيانين حنا في الصيف دابا باسكو قد ما كانت فاكهه الموسم يعني طريه قد ما كانت فيها الزنك وفيها المغنيسيوم وفيها الكوبالت. الوغ الا جمعنا الزنك والمغنيسيوم والكوبالت فهما كيرفعوا المناعه بواحد الشكل اللي هو جد 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 جيد يعني اي فاكهه موسميه فهي عندها اهميه بالنسبه للمناعه. للاسف ما بقاش لنا الوقت كانت مكالمات كثيره وربما ان شاء الله نعاود نبرمجوا لهذه الحلقه ديال التغذيه والمناعه. شكرا لكم مستمعينا على الوفاء ديالكم للبرنامج اللامولاتي. هذه الحلقه دائما وتقريبا كل الحلقات ديال الدكتوره صابرين الشتيوي راه دابا بحال دابا هذه الحلقه ديال المناعه وعلاقتها بالتغذيه مع 12 شونس غتلقاوها منزله في موقع لالا بلس يعني دخلوا لجوجل كتبوا لالا بلس بو ام ا غادي تلقاوها في الصفحه الرئيسيه ومن بعد ايام غادي تنزل من الصفحه الرئيسيه وكتمشي يعني للصحه في الفقره ديال الصحه غتضغطوا عليها وغادي تلقاو يعني لهاد الموضوع ديال التغذيه اللي كتقوي المناعه في الجسم مع الدكتوره صابرين الشتيوي اللي كنشكروها بزاف على كل هاد المعلومات والنصائح الطبيه.